سلامة، مرحبا بكم في عبدالله. مرحبا بكم وصحة شريبتكم، رمضانكم مبروك الناس الكل. كالعادة كالعادة برشا جو في عبدالله شو تايم، ونحب نشكروا الجمهور الموجود والناس اللي يتفرجوا فينا وبوبت وعايشة والديكور لوت في عبدالله. ونحب نشكر اكزيس سبونسور اوفيسيال متاعي اللي لابس فيا اكزيس ديما تشيخكم لبسه اناقه بري ابورتي متاع رجال، لي زاكسيسوار لي بارفان بخلاف هذايا تشيخكم باللي كادو. اسمعني مليح، تنجم تدخل على السيت beexist.tn تبع لي زيتاب تربح دي بون داشا يوصلوا حتى ل 1000 دينار. اكزيس يو كانت ريزيست. وتوا باختصار الليله باش نحكي لكم اش عنا بالضبط. الليله بروغرام تري فاريي، عنا لي شامبيون نتاع الكره ولي شامبيون نتاع الغناء. باش يكون بحذانا حسين العفريت والشيخ احمد جلمام باش يسمعونا اناشيد دينيه من السبيكتاكل الجديد نتاعهم، اول مره يتعدى في التلفزه. وزاده باش يكونوا بحذانا دو غران جوور لي شامبيون دو تونيزي، ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي. غيلان الشعلالي وهيثم الجواني. فاصل ثم نعود. مع عبدالله شو تايم سبيسيال رمضان. كيما قلت لكم الضيوفنا الاولانيين باش يكونوا لي شامبيون دو تونيزي في الفوتبول نتاع الترجي الرياضي التونسي 2018، غيلان الشعلالي وهيثم الجواني. حدكم ما نحبكمش مغسورين كيما مثلا في ميسيون تاع كوره اللي تجاوب اوكي وديليجون يتفرج فيكم والعباد الجمهور، خاطر نعرف الجوارات ديما يحسبوها الزلقه بفلخه، يقول لك اقل زلعه كي باش تشد لي ودنيا صعيبه. هي حياه الجوار نورمال، امورنا باهيه تولي كا. مبروك عليكم الشامبيونا، بطوله عدد 28 للترجي الرياضي التونسي. ساعة قبل ما نديماريو ليميسيون باش تكون للجمهور، باش حتى كي نقول كلمة يبدا على الشعب، الشعب نوتر، فما ناس تعرف، فما التذكير ممكن تعرفوا، راني ما نفهم حتى شيء في الكورة. دونك وما عنديش فريق نكره ضد فريق، بالعكس هذا اللي يسمحني أن اليوم نغزر الترجي ونغزر أي فريق آخر ولا ضيوفي بروح رياضية أكثر. مانيش معناها معقد، ولو أني عندي فريق هكا نحبه وما نحبش نقول عليه خاطرني أنا ولد بوسويقة. لكن نلقى روحي تو نسكن في باب جديد وباب المناره، دونك زاد ما نجمش منا تكوي ومنا تشوي. خلينا اليوم مع ليسبيرونس، شنو هو الروسيت نتاع السكسي نتاع الترجي الحقيقه، خاصه فما اجماع انه فريق تيترويت ليسبيرونس هكا ولا انتم تعيشوها من داخل، معناها انتم تنجموا تفهموني الروسيت تاع السكسي هذي، شنو هو الروسيت تاع ليسبيرونس اللي ديما تسفي تيترويت؟ هو باش نقول لك عليها انا شنو هي. في ليسبيرونس فماش ماتش تنجم تلعبوا من غير ستريس. في ليسبيرونس كل ماتش تلعبوا لازمك تربحهم، فماش هذي تعمل ماتش نول. نحن وصلنا ماتشوات نربحوا انا زيرو دو زيرو، ندخلوا الفيستيارات ما نجموش نغزروا في جو بعضنا. دونك ملي انت صغير تربى عليها الحكايه هذيا، نتصور للي توصل للسينيور تلقى روحك معناها متربي على حاجه اللي هي لي فيكتوار. انتوما اولاد ليسبيرونس قداش هزيتوا من تيتر كل واحد منكم؟ انا هز كوب و دو كوب و تخوا شامبيونا. ناسي ما عادش تعرف فزعيك؟ لا ولا فزعيك تاع جوار الظهر لي ما نعرفش قداش بالكوب
وما نقدرش الشامبيونات مانيش حاسب اما كيفاه ولدي اما انت تبدا سيزون تاعك تلعب على كاتيتر مينيموم اي قداش في تاريخك دينا السيزون اللي فاتت هذه كوبارا مازال ما بديت السيزون فوالا قداش ديزي وما تفزعيك عاد شنو ماشي تفزع هذه نورمال حقيقه باهي باهي انت قداش من تتفرد فرد تيتروات فرد واحد بديتوا مع بعضكم لا لا هو بدا قبلي دونك هز عليك تيت انا هز 3 شامبيونات دو كوب و كوبارا فما شكون يلعب حياته كل في جمعيه وما هزهمش هذا لا هاك انت تفزعك مش تتفزعك نحكي انا نحكي نوتر نحكي على الصحيح تغش واقع هذا يلا غالب شنو نحن به خالد بن يحيى هو توا اللي اليوم هز معاكم ما نعرفش كيفاش يقولوه هزيتوا معاه البطوله هذه كمدرب كاك جوار كولد اسبيرونس شنو الخصوصيه بتاعه بصراحه تحكي على مون كوزان راك عارفش تقول ولد عم ميراس خالد امي بن يحيى وخالد بن يحيى ولد عم ميراس يعرفني ونعرف من العائله معنا دونك عارفش تحكي لكن ما يقلقنيش معنا كل حاجه بلاص توني بروفيسيونيل لا عارفو اي اوني بروفيسيونيل لعب ليه كل حاجه بلاص بروفيسيونيل شنو البصمه نتاع خالد بن يحيى تخافش تنكلموا قولوا لي ديت صحابي وانا غلطت مش مشكل لا بالحق ما فما حد شيء باش تخبى فما حد شيء الناس كل هي تسال 10 من زبوك 9 فرد اجابه معايا سي خالد سي ان انترونور اكزيجون معناها انا بيرسونيلمون نعرفش نعدي 10 باسات صحاح في ال 11 نعدي غلطه ناكل على راسي معناها ما فماش لازمك 11 تعديهم صحاح الباسات باه شكون اكثر جوار ياكل على راسه من عند خالد انت قلت ناكل ديجا على 10 بس ليش حد ما ياكلش ما شكون اكثر واحد دي دوغري واحد اكثر من واحد هذا مرزين هذا مرزين هذا مد عليه ديما ديسيبليني ولا لا هو الكاركتير نتاعو كيكا دونك خالد ينزل عليه ساعات هو ادم دوناتور فدليك وسي خالد كي يدخل لونتريمون يكون يفدلك معاك قبل ما يدخل الباب يدخل لونتريمون مع يتبدل كل شيء كل شيء هو ادم ما يعمل جو في الجروب فهمت دونك ديما فما جو دي كونتراكتي في الاسبيرونس ولا مغسره كبسه لا اون في افيك معناها صحيح فما بريسيون صحيح فما تحس فما شويه معناها عباد ما تحب تهز تيترويات عباد ما تسمحش كيما قال عم عامر المره اللي فات قال نحن العادي كي نهزوا شامبيونا مش عادي كي ما نهزوش معناها ديما لازم فما شامبيونا فما تيتر في الاخر باش هذا باش نحكيو فيه لازم ديما فما شامبيونا ديما فما تيتر باش نحكيو على حاجه ممكن باش تحرجكم انا ما يقلقنيش قولها خاطر شو وتعرفوها وممكن في القهوه ولا وحدكم تحكيو فيها عادي يقولوا ناس كل سيرتو جمعيات الاخرين ومش جمهور الاسبيرونس وديما نسمع جمهور الاسبيرونس ولا اصحابي نهار كامل يدافعوا على الحكايه يقولوا الاربيتراج معاونكم الاربيتراج باش نقعد معنا نسمع في العباد يقولوا نحن نربحوا بالاربيتراج نوري الليسته نتاع الجوار اللي موجودين بالله ينجموا يربحوا بالاربيتراج هذوما ليه نعرف انتوما تجيو نسالك انا سؤال الاسبيرونس تعمل في معناها قاعده تجي في جوارات من برا قاعده تجري في جوارات كان جيت تربح بالاربيتراج علاش تجي في جوارات تطلع على الاسبوار وما دام بالاربيتراج تهز شامبيونات وتهز شامبيونز ليغ بالاسبوار مقنع على الجمهور يطلع شي عندي جمهور مكشخ ولا باهي مخلقينكم البنات على الانستغرام وفيسبوك ولا انتم مقلقين هو مقلقين الحق فهم شيء ولا لا انت ما زلت كي رجعت من البليسير ولا سيه ها ورغم هذا انت موجود في الليستة نتاع ليكيب ناسيونال صحيح انا نجم نقولوا قعدت شهر ولا شهرين ما لعبتش نتصور كانت بريود خايبه سورتو قبل كوب دي مونت حاولت جي فيتو من الاخر باش نخلط عليه الكوب دي مونت هذايا والحمد لله تخلط ديجا جوي كونفوكي للستاج جي لا داكوردو اما تحس روحك في الفورمه اللي لازمك تمشي فيها بصراحه اكيد نجمو نعملوا حاجه باهيه من غير المساكني والخنيسي
ضربتهم الغالب ما جاتش في وقتها. تحسوها ضربة عندكم انت تضربوا انتوما كيكيب كي تضربوا كي تضربوا نحن باش ما نكذبش عليك نحن اون جروب هوموجين. ايه باهي. كي ضربوا زوز انا واحد من الناس انا مضروب وحسيت اكثر منهم يمكن. فهمتك أي. تعرف ضربتك اقل. يمكن ضربتي اقل هي اما تحسها علاش على خاطرك تشوفهم تشوفنا كيفاش كنا عايشين نحبوا نترشحوا الكوب دي موند ومن بعد نترشحوا وزوز من صحابك يصير لهم كيكة تحسها كمان تحس تحط روحك في بلاصتهم تحسها وتحس حاجة كاينة نقصتنا حاجة فهمت باش نرجعوا للتراجي وجو البطولة وباش نعطيكم سيري متاع أسئلة وتجاوبوني عليها إجابات صريحة ومن غير برشا تخمام صعيبة هذه من غير برشا تخمام وساوغز الغزلوا لبعض باهي وقتاش عرفتوا رواحكم باش تهزوا بطولة سناء كربحنا تروح لتوار نفس الإجابة تكلم سمعني صوتك نفس. وأكثر جمعية تبدأوا تستناو باش تكوروا ضدها في تونس معناها في تونس أي ديربي 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 الماتش كليم تاع الشامبيونا سيوي ديربي سيوي كونتر لتوار سيوي كونتر صفاقس ويكيب هكا عربي ولا أفريكان أهلي ميدال علاش خاطر ما ريفاليتي قديمه ولا لا لا ماتش شوك وفي معناها الكاليتي نتاع الماتش باهي معناها دي جوار باهيين منهم غادي دونك باهي اللعب اكثر فازات صارت في السيزون هذه شخطوا عليها بالضحك هذه يضحك فما فازه وغزر لك ليك انت يوم فيش لا خاطر الريبونس تاعو باش تكون اوتوماتيكمون الريبونس نتاعو ديما نحكيو فيه ضحك يا خاطر شنو هي الموضوع؟ الجوارات اللي يحبوا يفكوا الكوره الكوم ولا كوليبالي والله خاطر ما يعرفوهمش ولا اول مره باش يدخل معاه في دويل ولا حاجه ونوليو نضحكوا خاطر ما يتسماوش دي جوار عندنا شنو هما؟ ديمونستير حاجه ما 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 ماذا بيك ما تدخلش معاه في دويل والله عليه جرب وقول لي انا اش مدخلني انا تحب ما تحب تعرف حلو انت في اللونترمون معاهم مش عامل ليه مريق نحن في اللونترمون انا قلت لك نسيسوا على بعضنا هما يسيسوا فيك هو انا نسيس فيه بالحق به اكثر ملاعبي صوته حلو ويغني مليح ومش في الدوش خاطر الناس كل تولي يعرفوا يغنيوا في الدوش ده هما تبارك الله كلهم في الدوش يغنيوا سامح صوته باهي دربالي يغني مليح اكثر ملاعبي شطاح ويموت على المزود سامح برا القضايا الكل هزه هو اكثر ملاعبي عنده معجبات تشاميه والله صارت تشاميه والله صارت تشاميه من عند صاحبي كاميرات تعمل كل شيء بتشوفها في تشوفها في تشوف عديوها سلو موشن كي هو يعمل هكا عليك انت كلي هكا اخزم كيفاش احكي لي شنو ليش تبهنيس ديما اكبر منك راني خالد يا خالد لحمه بنات ودنيا وش نحوالك وش لابسه لا ولا لا باي باي صفا لا 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 اعرف اما كيف ما انت عندك فانات نصور حتى نحن عندنا دي فان هي ما قلناش فانات انا عندي فان مخلط انت تبارك الله قال لك صاحبك معن به موضوع وخليه مش مشكله ليش خليه شنو هي موضوع عندك ديفان عندي ديفان حتى هو عنده ديفان ما فما عندك شيء ما عنده سبيسيال اقل من اللي فان اقل من اكثر منه عنده ديفان ديفان ولا ديفان لا لا ديفان به خليه الموضوع هذا ربي يحبنا كان جاتكم كونفوكاسيون الليله كلمكم خالد الو فهمتي قول له تون كوزان اكثر ملاعبي ديما غاتس في السمارت فون نتاعو شكون ماهر بزغاي لا سعد زوز عم مسؤوليتك باش يقول لك لا ماهر ماهر وسعد زوز حتى زوز حتى سعد ديما هكا تاك تاك اكثر ملاعبي هبط تتصور على الانستغرام انيس بن احتير انيس بن احتير كي هبط تصويره يخاف عليه تغشش يهبط له واحد اخرى باش ترضيه اكثر غنيه تموتيفيكم فوالا اكثر غنيه تموتيفيكم كي غنيها جمهوركم هذه هذه هولي غنزه هذه فما حاجات يعملهم جمهور يموتيفيكم وجمهور بعد ساعات تقولوا خساره عملهم ما تحبوهاش لا ديما جمهورنا كي يحس بينا عرفت كي نبداو كم لازمنا خاطر تبدا في الماتش تبدا مثلا ساري ما الجمعيه تبدا نزل عليه كل شيء فنحن جمهورنا بالحق معني في الحاجه هذه بامل دو فوا معني تصير لنا
هو اللي يرجعنا في الطرح معناها هو اللي فيقنا كي تصير لك ساعات في الماتش راهو دي كونسونطراسيون سبونتانيمون ما تضيع شويه كونسونطراسيون وكل تلقى عبيد تعيط شعر في الافلام تعاود ترجع روحك باهي موضوع حساس شويه تزيد ما يسال الكورجي على غالب اكثر واحد فيكم يصلحها بالفرنسي انت جيت يمكن الاكثر زوز نيفو انتيليكتويل نتاعهم سافا على الاخر اي دكور مش نحكي عليكم ما تنجمش قلت انتوما قداش في ليكيب 20 واحد شكون ايش كون اكثر برك الله عليهم الكل يحكيوا فرنسي برك الله كلهم بورغي باسكول وفرنسي دوب ولا لا خاطر دوب الناسيوناليتي كلها لا خاطر الجوار تلقاهم بلوز او موان تلقاهم كين دونك ما يتلزش باش يستعمل كلمات هو ما يعرفهمش ماني ما يحكي كان اللي يعرف يقول كان جو تي كون لي ريتيل كل شيء كل ريتيل انهم لاعبي حبيتوه يكون موجود معاكم في الاسبيرانس من البطوله ولا تتمناوا يكون معاكم كما نحن مثلا في التمثيل نعم مسلسل مذهبيه فما مثلا في بارابور لليكيب هذيك نقول نقصها مثلا فتحي الهداوي ولا ذي نقصها درشكون تصير لنا نحن باش نقول جوريت مش خاطر معناها ما عناش في ليكيب ما جوست اللي نحن يعجبنا معناها وكان انا بالنسبه لي انا صابر خليفه يعجبني بالكدا الجمهور موافق انا خاطر ما نفهمش برشا وانت فما برشا جوارات سمينا واحد تسمي لي زوز مثال سمي لي زوز احمد خليل وامي بن عمر مكبر قلبه تحيه خاصه لي هذه ديليكاتو شويه لكن به ملاعبي خرج من التراجي وتمنى يرجع لي زوز شكون يوسف نمسيكني وريسان هفور علاش يسون تالونتيو على الاخر اي معناها تستحق وقت اللي تحب في تونس البرا من تونس شامبيونا معناها نتاع تونس شامبيونز ليغ ايكيب ناسيونال ديما تلقاه يعطي شكون الجوارات اللي تمناهم يرجعوا كان يعجبني برشا يانيك كان يعجبني برشا معناها ماذا بيا كان يرجع نزيد نتعلموا منه شوية ملاعبي من العبلية القدم اللي تعديه من التراجي كان جاي يكور معكم اليوم ملاعبية الصحاح القدم تونس عنك اللي زعم قديم ديما صحيح ما تخيطكمش يقولك يحصروا على الملاعبية الصحاح ديما يقولوها هذيك الزمنية كانوا يعطي كورة الجول يعطيه بسيقو الديفونسور ديفونسور يرجع حلو بسيقو عزة بيد معناه ما كانوش صحاح كما توا لا 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 بالعكس نحكي على رجل كورة صعبت ما عادش هي بيدها ليه كرة صعبت اليوم مش نفس الكرة توا سورتو تكتيكمون ولات قرايه تقرا معناها تقرا الادفيرسير نتاعك تكتيكمون وتخدم تكتيكمون فما برشا دي ديتاي ما يعرفوهمش لعبيت في التكتيك دونك شكون من الملاعبيه تمنوهم اليوم هكا كانوا موجودين معاك انا تلمو يحكي لي على عادي حمروني نحب حضرت عليه شويه برك انا كان يريني في الليكادي و يريني في لي غارديان على لي كوفران يريني فيهم يشوت في لي كوفران هو ما شدوا حتى واحد برسمي ما شدوا حتى واحد وين يحطينهم حطينهم في 90 وانتي؟ سي هو حتى انا خلطت على نفس التصوير هذايا اكثر ملاعب في الترجي يتكلم ياسر كيفاش يتكلم؟ هو بيت شنو كيفاش يتكلم؟ لا لا بفمه لا فما شكون يتكلم وقت اللي تستحقه باش يتكلم معناها يعرف يحكي فما شكون يتكلم كيف نبدلوها عندك الحق شكون اكثر واحد ثرثار؟ ادم كل شيء في راس ادم اليوم ادم ادم كان جا معنا اليوم اسرع ملاعبي في الترجي ادم اقوى ملاعبي فيزيكمون انا اي معناها ظهرت لي اليوم انت قمه تفزعيك لا ولا لا انا قلت لك ماني سون فيرنر سيسي كما انا غير ما نعرفش انا فما لا كيفاش قصتها باش طلعت انت اقوى واحد اليوم فما وديمات عملت لا فما جي بي اس محطوط واكثر واحد يجري معناها تك 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 رابيديتي ودنيا مش رابيديتي يجري برشا ما يقلقش معناها سامع نسالك سؤال تقني بالرغم اليوم نسال فيك كسبورتيف ما عادش انا خاطر نعمل شويه سبور خاطرك ترنيت اكثر من العباد ولا حاجه من عند ربي دون حاجه من عند ربي وترنيت اكثر من العباد زوز معناها دون وزدت تورت برافو عليك به اقوى ملاعبي تكنيكمون هايف
عندك حاجتين باش نقولهم لك، يمكن شي انت مازلت باش تسالهم، ولا عندك مونتالمون معناها بسيكولوجيكمون، وعندك تكنيكمون. هيثم، علاش هيثم قوي مونتالمون؟ انا بالنسبه لي انا هيثم قوي مونتالمون خاطر il sait comment préparer son match، يعرف كيفاش يحضر ماتشو. اللي صار لهيثم في تونس كان صار لواحد اخر يبطل الكره يعمل كوردة. عنده بيرسوناليتي قويه برشا خليته يرجع، وديجا شفنا لهيثم في الماتشات الاخرانيين تيتولار انديسكوتابل. شكون اكسح واحد في التيران؟ هاني قلت لك امشي شوف مع كولي وكوم وارج. شكون بين كولي وكوم شكون اكسح؟ هو ربي وقت ها هو ربي شكون تقدر فما نار ما بيناتهم، فما ريفاليتي ما بيناتهم ولا اصحاب على الاخر؟ اصحاب على الاخر، اما اون فوا مثلا، اما تو داغريسيفيتي لا يقدر عملوا كونتاكت مع بعضهم. باش نخلي لكم كلمه الختام، لكن في كلمه الختام عندي باش نوجهها شوي، باش ما تقعدش في المطلق. باش تحبوا تقولوا جمهور ليسبيرونس، وكان تلوموه في حاجه ولا تحبوا تطلبوا منه طلب، تفضل انت عديه كوره متاع اعطاه الصعيبه. انا ما درنيير مو معنا حاجه قلقتنا برشا نحب نحكي فيها، اللي هي جمهورنا معنا ما مش قاعد يجي، خاطر نعرف الناس كل لي ريزون علاش، فهمت علاش؟ قل لي ما نفهمش في الكوره، قل خاطر فما ذبانه مقلقته نضرب نضرب خاطر صاروا ديزاغريسيون قدام فمك، صاروا ديزاغريسيون قبل من الامنيين، ونحن كل معناها متضامنين مع جمهورنا، مع جمهور التونسي بصفه عامه، خاطر اللي صار معناها للفقيد عمر معناها مش سهل، معناها ماشي يتفرج في كوره ماتش كوره يروح معناها في صندوق معناها الله يرحمه الله يرحمه. دونك حاجه هذيا لازم العباد معناها توعى اكثر وتكون ريسبونسابل، خاطر ما يجيش ابخي تو سونيكا ماتش دو فوتبول، معناها فما حد شيء، نحن في الماتش معناها نتعارك ونتسابوا واحد، ومن بعديك راهو باش نرجعوا خوات، دونك يا با بوركوا باش العباد باش توصل حتى للموت وكل شيء. الكوره من غير جمهور ما تجيش، تشوف في العالم الكل الحاجه الوحيده اللي تلم معناها اللي الحضارات الكل متاع الكره هي الجمهور. شوف معناها انت ليسبيرونس سي دي معناها الماتشات الاخرانيين نتاعها من غير جمهور تحس فما حاجه ناقصه في التيران. كاني نعم في مساله عيب بلاش عباد ولا بالضبط، معناها كانك تعمل مسلسل ما يتفرج حد. لا ومش على خاطرك انت معناها مش قاعدين يجي بالضبط معناها لا نعرف لي دي كونديسيون بعد ساعات اقوى منك توجع اكثر. باه انتم انا جيتكم للموندو نتاعكم اللي ما نعرفوش وسالتكم وغمرت، نتحمل مسؤوليتي نستاهل. انا تو باش نسكم للتيرا نتاعي، باش عندنا جو باش نسالكم باش نشوفكم في التمثيل شنو هو جوكم باهي ولا كلمه. لا رجعنا مع عبدلي شو تايم، شو سهل ياسر العمليه، باش نلعبوا دو جروب يلزمنا ان كاتريام. نستقبلوا جوار قديم معنا يلعب في الاميسيون بلها. فوالا كيفاش تحب نقسموا؟ تحب نقسموا معناها كل واحد منكم يختار ممثلين وكورجيه؟ اه تحب ممثلين وكورجيه؟ صعيبه راهو نورمال باهي نلعبوا ممثلين وكورجيه. انت اخترت اوكي، انت عندك اتاكون انا عندي اتاكونت وانت اتاكون اتاكون على روحك. ايجا من هنا، ايجا اتاكونت بتاعي من هنا. باهي سهلة ياسر الحكاية معروفة، فسر سيري. كل مرة واحد باش يقف يختار نومرو، الببليك يختار نومرو، تقرا فما دي بروفير وتمثلهم بالميم غير ما تتكلم. نبداو نحن باش تفهموها الحكاية. باهي ها؟ استنى شكون قال ستة؟ شكون؟ باش ناخذ واحد. به يد واحدة ما تصفقش. واي! أتاكون مش هكيك أنا. أربعة.
أمشي. زغرتولك في أذنيك. عرفت أنا عرفت. مهبولة زغرتها في أذنيك. باهي 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 أداء طيب. طيب ما يقولوا هكا. ميسالش ميسالش. لا لا ما قلتش. ميم ما تكلمش. ما اسمها ميم اللعب. هي نغر. فما واحد شدوا كريز على نمرو ستة. في عقلك في عقلك. اكتب في ثنية اكتب ناحي الميكرو من يدك اكتب على الحوتة ولوح في البحر ما نعرفوش بروفيرب ما نعرفوش اكتب على الحوتة ولوح في البحر تفضل صاحبي هذا والله حاقرينك متاع ستة حاقرينك نسكن مكتوب عجبين ترى العين طلعوا ما خليك ديفنا كيف فور هذوما والله مش مقبول سنوز واضرب في الزوز مجراب تهم جمريف قدي قدي توا ثلاثة زوز احنا ثلاثة وثلاثة زوز بخاطره فينا والله يخذ لك بخاطرك اه ضحكوا له اخ مد على طوله حلوينك ليه حلوينك اسمع كونسونتري ما اسمع هاي سيرين سيرين ناي سيرين شنو شبيك انت مزروبه يا سحب نعاود اضرب لا القطوسه تتربى العروسه انا ضربتك ميشان تحب تكون يضربك لا 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 ما غير ما غير كلام ما غير كلام عاد ما غير كلام تبكي خسروا خسروا ضربني وبكي وسبقني اه ليه ليه قالوا هيك معاك اسمع ضربني العادي تكلم مع وفاز جيل ما عادش فما جيل شعر قص العروق قص الراس تمشي في العروق لا استنى 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 توا فينال نحن دوز ايكيب ايجاليتي مشيتوا مليح بالحق انتم من اكثر اللي معناها لي زانفيتي اللي جاونا تك تك رابيدمون فينال نقوموا زوز ناخذوا نفس الكلمه والايكيب اللي تربح اللي طلع القبل فهمت كيفاش؟ خمسة خمسة موافق على نمرو خمسة؟ اي نورمال خمسة به ايجا نشوفوها نحن من غير ما نوريهم كيفاش ايجا من ايجا من لا عاد لا عاد لا 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 شنو ليه؟ علاش ليه؟ استنى استنى علاش ليه؟ استنى لا خليني لا 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 عندي ريزيرف هي ديجا راتها الوحدة سيبون 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 نمرو اثنين سيبون شبيك بيخذ موقف يا جسمك بيه اه اندو تروح عصفور في اليد ولا عصفور في الشجر بيه انا كنت عصفور اخبار ليه ألعبوا شي لا فورمي ليه علاش نلعب انا ويا سي لا فورمي هذيك اللي راتها هي ما يسالش عاود تحط باهي الفكره اه انت اللعبه بتاعك جوريتك اللي يطيح ويبكي وياخو بيلانتي فما شيء ايش ما يسالش انا هي نمرو قديش خمس نمرو خمس ايش طلع في لعبه انت بشويه 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 دوروا مع بعض باهي الميت تحط له في فمه فلوس يقوم يجري حلوة ياسر غلطة غلطة امشي امشي قولها صحيح ايش زمان الميت تحط له فلوس
يحط له فلوس. لا لا حط له فلوس يقوم يجري. الميت تحط له فلوس يضحك؟ ولا ليه؟ شنو ليه ليه فلوس؟ تحط له فلوس عارفين الميت يقوم يضحك. يا ودي الميت كي تحط له فلوس يا ودي ليه مش كي؟ هي هكا كيف كيف؟ يجري يقول يا ودي يضحك. ليه غاد قلت يجري قلت يجري يجري ويضحك. انت تجري ياسر ترى فيها يضحك. قلت يجري ولا قلت يجري ويضحك. لا لا قلت يجري تولي كا في جو مش لازم نقولوا شكون ربح على خاطر الامور دخلت فيها احنا ربحنا فيها ايكيب ناسيونال وفيها ايكيبات احنا ربحنا احنا ربحنا احنا اجا نحييكم ميرسي 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 بوكو يعطيكم الصحة على الروح الرياضية وعلى الشو معاكم. فاصل ثم نعود. ورجعنا مع عبدالي شوتايم. عبدالي شوتايم سبيسيال رمضان. مرحبا بكم وان شاء الله كالعاده كالعاده جو متواصل وان شاء الله رمضانكم مبروك خاطر الايامات الاولانيين مازالت العباد الدهده وجيعه راس ودنيا لكن صفا. توا باش نقدم لكم زويز من احلى الاصوات التوانسه تلموا في مع بعضهم وعملوا مشروع فني يتناول موضوع العشق الروحاني والروحانيات. نستقبلوا مع بعضنا تصفيقة حارة حسين العفريت والشيخ أحمد جلمان. I'm
شنحوالكم ساعة صفا؟ شعام فيكم إن شاء الله رمضانك مبروك. الحمد لله عايش. إيش مازال فيه؟ من توا يبدأ واحد دايم ربي يا فتارة عرفت؟ باهي شوف اللي كنا نتفرجوا فيه هذه هو نسخة مصغرة من عرض في رحاب العاشقين. في رحاب العاشقين. شنو هي حكاية العرض هذايا وكيفاش جات الفكرة؟ هو أنا معروف بالبلاتو نتاعي أنه رزين شوية وكذا ويهتم بالابتهالات الكلاسيكية ومشيت في ريزو آخر البردة وكذا ودرت كما تعرف درت العالم بالإنتاج متاعي أنا هذا اللي هو ماهوش بالضبط كما يحكي عليه حسين. معناتها أول ما تقابلنا في ليلة مولد النبوي الشريف في كندا تقابلنا من بعدنا فرد ركح. معناتها احنا ما كناش مبرمجين ولكن تقابلنا. فالحقيقة أثر فيها هو مش أنا أثرت فيها أنه حب يوريني اللي الموازين هي اللي صحيح. هذا اللي حبيت انت جاوبت طول على السؤال الثاني. حبيت نقول لك شنو هي الاضافه اللي قالت لك مع الاضافه اهتمام بالموازين. معناتها الغنايه ماهيش كلام بركه ماهيش لحن بركه اي مع حسين. معناتها انا كنت معمل على صوتي معمل على الالحان اللي نعملها انا ولا ناخذها من الكلاسيكيات القدم والكل. لكن كي جاء حسين في البلاتو هذاك اكتشفت انه معناتها فما تجاوب بين الجمهور وبين لابد فما حاجه بين الجمهور وبين المنشد. معناتها يلزم فما حاجه. ما خفت شويه انه تعاملت مع كمام هو معروف كمطرب من الاول وما كومش فرد لون ما كومش فرد لا مش فرد لون لا مش فرد خاطر زاد في الروحانيات وفي الشيء اللي تعمل فيه انت. نعم. فنوع من المقدس يعني ماهوش كلام نتاع مثلا صحيح معناها غنايه نتاع عشق ولا غنايه نتاع هربت بها ربها. نحن توا نحكيو على روحانيات و فما استشارات. معناتها فما موائد مستديره صغيره مصغره انا وياه. معناتها ما دخلناش طول في الموضوع هذا هات برك نفرحوا الجمهور وكاو لا لا فما دراسه كبيره من حيث الكلمات. معناتها هو بالنسبه من حيث الشخص من حيث الشخص مهم الفنان اللي باش تتعامل معاه بطبيعه الحال بطبيعه الحال خاطر هو الناس ممكن تعرفه ما تعرفوش وانسان تقي وتعمق زاد من بعد كان تعمق في الروحانيات وتعمق في ما نجمش ما نعرفش اسمه النشيد الديني الغناء هو المصطلحات تختلف راهو فما اللي يسميه الديني واللي يسميه الصوفي واللي يسميه الروحاني. احنا يمكن وسعنا شويه في المجال فهمني نحكيو بمنطق الانسانيه جمعاء
لأنه الدين الإنشاد الديني أكيد الأصل فيه هو التجلي بالمولى سبحانه وتعالى هو المدح النبي المصطفى لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني كان أخلاق تمشي على الأرض يعني يحكي على المعاملات يحكي على المعاملات اليومية الدنيوية الحياة هي الوطن الحياة هي الأب هي الأم هي الزوجة هي الأبناء يعني هذاك علاش احنا قلنا في رحاب العاشقين هذا هو يعني أنا اللي حبيت نقوله لشيخنا يعني أي. هو كيفاش اليوم المعاملة كان جاي مثلا إنسان في خدمته كيف ويلبس جبة وكيكة أسهل من أنه يتعامل مع إنسان تحب ولا تكره أنت معروف كمطرب عند التوانسة معناه توا التوانسة مش يشوفوا فيك منشد ديني هو قليل هذيك هي الفيزون اللي حبينا احنا نحاولوا باش ننجحوا فيها بقدرة ربي احنا ما زلنا المولود ان شاء الله باش يتولد لا انتوا اللي قال خنايا تبارك الله ناجحوا مولود البرودوي ان شاء الله لو برودوي حسب على عاتقي لو برودوي اي بون يعني تبارك الله احنا قدمناه في تنجم تقول نص المجموعه نص المجموعه اي معناها اول مره انتم تظهروا توا لا ظهرتوا بيه البرودوي هذايا؟ لا عملنا افون بريمير احنا عملنا دكور سينا افون بريمير معناها اول مره تضرب بيه الجرون بوبليك الجرون بوبليك دونك السيد احمد يعتبر من القامات على مستوى العالم العربي لا شك يعني قامات صوتيه في الانشاد الصوفي مجدد في المدرسه الراجل وراه ما يقارب 40 سنه ما شاء الله في الميدان هذايا من الحضره الاولانيه من مجموعه الشيخ العبدلي يعني هارب من الاهرامات متحصل على جوائز عالميه في تلاوه القران ما شاء الله خدم حفلات امام عشرات الالاف ما نحكيوش على 15 ولا 20 ألف تم حفلات كبيرة وكل في تونس قعد بحسب تقييمي أنا قعد في عالم النخبة فهمني خدم مشاريع حلوة صوفية كما كنت تحكي أنت فيها قدوسية ما فيها كي نقولوا صحيح كي نقولوا عالم النخبة عالم الإنشاد الديني عالم الروحانية معناها ديما فما نخبة معينة فما نوعية معينة متاع عباد يطلبوا النوع ذي متاع الغناء ولا النوع متاع ذي حفلات ما تشوفش مثلا لي جون ماشيين كيما مثلا ماشيين اليوم ما نعرفش انا صابر باعي ولا غيره للشيء ذي وانت تعرف الفرق اليوم ما بين السيلات في يمكن في تونس معناتها السؤال اي نحكيو على تونس معناتها شو انا في المغرب ديرنيرمون فما مهرجان خاص صوفيه مهرجان صوفيه كي نشط قدام 153,000 ما شاء الله معناتها فما الجمهور اللي يحب الميدان هذا نحكيو على تونس شو تونس خويا لطفي وانت سيد العارفين تعرف الجمهور بتاعنا خاصة في المسارح الكبرى خاصة في كي نقولوا مسارح كبرى هي مسارح صيفية مهرجانات فهمني مهرجانات صيفية خاصة هي الفضاءات المفتوحة الكل الفضاءات المفتوحة أحببنا أم كرهنا الإيقاع عنده دور كبير برشا هذاك الشيء اللي حكينا فيه أنا وسيد أحمد الإنشاد الصوفي أكيد فيه التخميرة متاعنا فيه الروح الإيقاعية متاعنا فيه التجلي فيه الموال فيه كل شيء يعني من جميع الأنماط الموسيقية تنجم تلقاه في الإنشاد الصوفي صوروا العرض هذايا أنتم بشوية خبرة منكم ينجم يمشي المهرجانات الكبرى توانسة احنا هذاك الهدف متاعنا هذاك الهدف أبار الهدف عملنا في باريس توا خلينا ما قلت لك العالم البرة فرق ما بين تونس تنجم تكون ناجح برشا البرة ومن بعد في تونس هنا كما تنجم تلقى نوع من الاحباط كما تنجم لا 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 هو الاحباط ما يزموش يكون منا لا محاله في اللي قادم على مشروع يلزم يصبر عليه المشروع دونك هذا كما قلت لك انا مولود جديد قدرة ربي ان شاء الله ربي حين بخير باش يتولد نهار 9 جانفي ان شاء الله باش يكون في قصر المؤتمرات في عرض كامل اكيد تام الشروط من على مستوى المجموعة الموسيقية على مستوى الركح زي كيف سينوغرافيا الموجودة في الركح دونك باش يكون نهار 9 جوان في قصر المؤتمرات في نص العاصمة من هذيك باش تكون الانطلاقة إن شاء الله بالله نحب نفهم حاجة باش نوضح للجمهور خاطر لما نتاعكم حلوة لكن ما عندكمش كيما نقولوا نفس التكوين من الأول شنو هو تكوينك أنت مدرسة قرآنية بعد معناها التحقت أنا من جامعة زيتونة حفظ القرآن حفظ القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم جامعة الزيتونة من 80 حتى 83 ما شاء الله بعد دخلت المدارس القرآنية من معناتها نتعلم في علوم التجويد حتى وليت علم هو التجويد علم برشا ما يعرفوش اللي يقولوش معناها علم التجويد علم دراية وعلم علم مخارج الحروف علم كبير مش حتى الناس تقرأ فيها 4 سنين كانوا باش تعدي الدكتوراه وتيز وكذا فهمت من بعد وليت نقري ماهوش في تونس هذا كيف الزهر نتاعي انا نقري لبرا وين قريت؟ في اللي راديو اوريون راديو فرانس ماغريب داكور في فرنسا في فرنسا فهمت؟
بعد التحقت معناتها وانا صغير من اللي عمري 11 سنة بالسلميات اللي نعرفوهم في الحومة. احنا سلميات في جامع الزيتونة في الحلفاوين في مع الأولاد مع كذا، وبديت مع نصر العبدلي وبن محمود وحميد عجاج والكل، حتى لين بعد قعدت نشوف في الظلة متاعي. التحقت بالحضرة عام 91، عملت على ابني مريم وعملت جارة الأشواق ونادو الباباك، مشهورين برشا معروفين لكن العبد اللي غني فيهم مازال مش مشهور. أول ما عملت عمل هو عام 2002 حزب اللطيف، أي. اللي هو قرص حزب اللطيف هذاك نتاع من غادي بدات الحكايه، من غادي الشهره بدات الحكايه. عيطت لي الميزون كولتور دي مونت ساعه، فهمتك، معناتها سمعت هكا بطريقه او باخرى عيطت لي. ومن بعد ليما، ومن بعد الامارات، ومن بعد صافي بليزير فوالا. وانت ميساس نذكروا معناها انت راك ستار معروف، لكن نذكروا فما غياب نوعا ما زاد. انت زاد انا البدايات منذ 94 اكثر ما يقارب 25 سنه الله يرحمه نجيب الخطاب، ثم الرحله هذه خاصه مع النمط الصوفي. لا قبل ما ندخلوا للصوفي، بدايتك كمطرب؟ بديت كي ترجع للقب دونك، بديت اغاني الشيخ العفريت، بديت بالانتاج الخاص، تعاملي مع ناصر صمود ومنصف بلدي، تعاملي مع الاخوين المحنوش سليم دمق، ثم في تجارب اخرى مع احمد الماجي، مع عديد المرحلين وعديد الشعراء على مستوى التصوير زاد كيف الفيديو كليبات والكل. لكن في مرحله ما في صحيح تو سؤالي خاطر ما تخلنيش يلزم نسال السؤال هذا سينو مش نقعد نتفرج. سؤالي ظهر واضح جاي، شنو اللي جاب كمطرب وفنان ومعروف وستار؟ ماكش معناها كلي مطرب ما نجحش وبدل، فهمتني؟ مش معناها انسان مشى في ثنية وما نجحتلوش، تبارك الله اسمه تعرفته غنيت وموجود في الحفلات وفي العروسات في الدنيا لله. يعني واسم نظيف برشا في الفن، معناهوش اسم كلي زعما به. وبعد فجأة كيما نقولوا نحن فما تكسيرة، اصلها منين جات؟ والله تكسير كرمني ربي، لا كرمني ربي قبل الهدايه، كرمني ربي اني زرت الحرمين يعني في 2005 في عمره في حاجه 2005 في عمره، مشيت في عمره دونك اكتشفت عالم اخر، عالم روحاني اخر، لانك تقعد مع نفسك تقعد في فضاء بجانب يعني قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم روحانيات اخرى وثم عالم اخر تعيشه والكل. يعني رجعت بنفسية أخرى، رجعت بروح أخرى والكل، معناها دخلت للعالم هذا بصدق، مش معناها بقول طي خلينا نبدل القلم باش ننجح ولا والله إن شاء الله نكونوا صادقين. لا هو الصادق يبان، أنا سؤالي يزم نقول يعني باش أنا نقول على نفسي صادق ما نجمش نقول. لا تنجم تقول شيء، احنا رجعنا الحمد لله يعني دوما رجعت من غديك، يعني كنت مدعو في عرض نريات لسليم بكوش، أبهرت بالعرض بكل صراحة، كان عرض متميز مع مجموعة كبيرة ما شاء الله دونك. والحقيقة بصراحة خلينا نحكي والجمهور كي يتفرجوا فيك والناس، كان صعيب القلبة بريسك ولا حاجة؟ فما صعوبات من الأول؟ لا هي مش قلبة، هي قعدت قعدت يمكن المرحلة اللي فيها شوية صعب وفيها ديفوت كوميونيكاسيون اللي عملتها أنا في 2012 وقتها، خذيت كيف اللي خذيت من ديسيزيون باش نفتح صفحة أخرى جديدة فهمني في الإنشاد الصوفي حتى على مستوى اللقب ناحيه العفريت، ثم ديفوت كومونيكاسيون سيتي با مون رول فهمني. توا في السنوات هذو ما رجع على لقب العفريت لانه ستان نون كوميرسيال خدمت عليها على امتداد سنوات. دونك حتى على مستوى الحفلات الخاصه والكل قاعد نحاول باقصى ما يمكن اني نقدم ماده موسيقيه خاصه على مستوى الكلام، نحاول باش نحترم فيه. اي قطعت علاقتك بالطربي؟ لا 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 بالعكس، معناها تو الناس نشوفوك هو بيناتنا في... هو بيناتنا تو هو الكلمه فقط. خلينا من كلمه. اي هذه لعب كلام. خلينا نكونوا صريحين مع الجمهور. اش معناها قطع اليوم يعيطوا لك في حفله طربيه؟ اي كهو ما فيهاش انشاد ديني وما فيهاش كلام وما فيهاش دنيا. تمشي تغني؟ لا هو مش بدرجة اني يعني ثم مشروع قاعدين نخدموا عليه. ما تجاوبني خليني لا لا أنا كان باش نحكيو على مستوى الفضاءات الجماهيرية، نحكيو على مشروع كامل قاعد نخدم عليه، كان باش نحكيو على الفضاءات الخاصة العروسات والكل سي موندو آخر كما يقولوا. أي موندو خلينا آخر العرض هذا تو فاهمين العرض هذا وين ماشي. موندو آخر اليوم استفردت بيك زاد جيتني ما نجمش نحكي معك على السبكتاكل هذا على عيني وراسي ونمشي. أنت مغني مهم في تونس، نحبوا نعرفوا جزئيات خاطر جينيرال مو باش نقول لك بصراحه خلينا نحكيو جينيرال مو المغنيين اللي كانوا يغنيو سواء مزود سواء طربي وبعد هداهم ربي وصوت عالي سمح لهم انهم يدخلوا العالم الروحانيات والسلميه وغيره، بس
صعوبة يقولوا بطلوا من غادي وتجاو لهنا ما يقولوهاش. معناتها تنجم تمشي تغني في كباري اليوم، تنجم تمشي تغني في بلاصة فيها كحول؟ لا في كباري لا. في مثلا سهرية راس العام تلقى روحك مع شمس الدين باشا صابر رباعي. لا لا في راس العام فوالا هذا المفهوم. فهمني انا موجود خاصة تو على مستوى الافراح الخاصة. فهمني الافراح الخاصة اكيد ما نجمش الاكثرية الاغناء الانشاد الصوفي. فهمني نحكي على الاغاني بالمكشوف وبالواحد. فما حسين العفريت قعد التالي الاولاني ونقولوا تطور. نحن راهو مش راهو انا شوف انا مع انه انسان يتطور راهو ماهيش معناها لوم ولا نقلق فيك راهو. لا 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 بالعكس هكا ولا شيء كلامك على راس العين ومن خلالك انت باش نفهموا الجمهور الواسع زاد كيف أي. فهمني كيما قلت لك في السنوات هذوما في الخماضه اللي عايشتها البلاد نعرفوا الوسط الموسيقي، نعرفوا المستوى اللي نوعا ما وصلنا له بكل صراحه. فوالا هذا وصلنا المستوى نتاع كلمات متدني جدا. فهمني دونك الفو فير ليكيليبر. احنا ما نقولوش هذاك لا ولا الموسيقى هذيك لا ولا لا، بالعكس خلي كيفاش نقولوا التيران مفتوح للناس الكل للانماط الموسيقيه الكل. فهمني كل واحد يحاول يدلو بدلو. فهمني انا في مرحله نتاع انسان صاحب مسؤوليه صاحب عائله صاحب بو صغيرات والكل دونك كيما الراس صغيراتي كيما الراس صغيرات الناس الكل. فهمني الكلمه يلزمنا نردوا بالنا على الكلمه اللي قاعدين نغنيو فيها إن كانت دينية إن كانت صوفية إن كانت تتغنى بالحب ولا تتغنى بأي موضوع ما يلزمنا نرتقي بالكلمة. أنا نحب كل واحد منكم توا يجاوبني بغنية ولا يهدي غنية للجمهور ولا العباد ولا حاجة ممكنة ولا لا ندلول راه ندلوا عليكم. يا أمك رضاها جنة شوف الوصية الواردة في السنة. أمك رضاها جنة شوف الوصية الواردة في السنة وصى عليها الله بيه آمنا غيرتي عمك كون من خدامها وصى عليها الله بيه آمنا غيرتي عمك كون من خدامها كلام صدق ما هو وهم كاذب ظن. أمك لجنة حق والله تحت قدامها والله تحت قدامها. أمك اللي تعبت عليك أيامها وانت سواد أيامها. أمك لجنة حق والله تحت قدامها والله تحت قدامها والله تحت قدامها. هذه الكلمات الدكتور مازن الشريف وألحان الأستاذ العملاق لطفي بوشناق. تحية خاصة ليه، تحية لكل أم ليهم الزوز أكيد وللفرقة ما عملتكمش تحية. تحية خاصة ليكم واحد واحد. استضافتكم فرحان كنا نجم نطولوا معكم اكثر لكن الفورميل نتاعنا في رمضان اقصر ما تسمحش ان لكن حبينا نشوفوكم حبينا نطلعوا على خدمتكم. نخلي لكم كلمه الختام وبعد كلمه الختام نتاعكم بال ان شاء الله. ها ان شاء الله شنو كلمه الختام؟
مش خير وان شاء الله. لا ان شاء الله هي، ما ان شاء الله زاد انت تعطيني كلمه الخير والله يا اخويا. مشكور على الاستضافه، ان شاء الله بدايه رمضان كريم للناس الكل، مبروك العمل الجديد المسلسل الجديد، ان شاء الله ينال النجاح والكل. مره اخرى نقول شرفت اني نتواجد مع عملاق بالحق من عمليقه الفن الصوفي في العالم العربي دونك، والمشروع متواصل ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا بحذانا نهار 9 جوان في قصر المؤتمر ان شاء الله. فوالا شيخنا أنا سعيد جداً بأنه استضفتوني في القناة هذه، وإن شاء الله دوما اللي قدامي الكل يعطيهم ربي الوقت الطيب إن شاء الله. بلا شيخنا بس التحقوا بالفرقة متاعكم، وبربي عندي استشارة فيما يخص الفرقة، معناها في الإنشاد الديني والروحاني يجوز معكم عازب البرطلة غادي وكان يقلبها خير تولي يجوز ولا أسلمتوه على أسلم على أيديكم هو قريب خرجنا من الملة. مرحبا بكم وتحية خاصة لكم، ونقفلوا معكم عند برنامج عبدالله شو تايم.
وقد رقيت